مساء وصباح جميل على كل اللي بيتفرج. فيديو سريع عن موضوع انا الحقيقه ما كنتش محضره، ولكن احدى الصديقات بعتت ليا، قالت لي بعتت لي خبر وقالت لي انا يعني يبقى كويس لو انا علقت عليه او انا وسامح علقنا عليه. سامح شايف ان الموضوع مش كبير قوي ان احنا نعمل له حلقه كبيره يعني، فانا قررت ان انا ايه أقول كام نقطة عن الموضوع ده وأقول رأيي في الموضوع ده اللي الحقيقة منتشر بين الأقباط أو بين المسيحيين في الشرق الأوسط ويمكن كمان في أوروبا كمان. يعني الخبر بكل اختصار هو إن في دير كانوا بيعملوا فيه ترميمات، الترميمات دول هم بيحفروا او بيصلحوا الحاجه اللي عايزين يعملوها او بيعملوا وات ايفر اللي بيعملوه، لقوا جسد بتاع راهب، والجسد ده لقوه في هيئه كويسه، حالته كويسه يعني، جسده ما تحللش يعني، مش لاقين عظم يعني، شايفين فلاش او شايفين الجسد، هما بيقولوا يعني ان هو ايه ما حصلوش اي نوع من انواع الفساد. الحقيقة الموضوع ده مش حاجة جديدة يعني، وانا شخصيا لما رحت لبنان رحت دير مار شربل، ومار شربل ده من اهم القديسين اللي موجودين في لبنان يعني، وشفت الجسد بتاعه زي فعلا زي ما بيتقال، وهو ان الجسد هتلاقي الملامح بتاعته. هو مار شربل مش قديس قديم يعني، هو من اوائل القرن العشرين يعني 1920 مثلا 1911 يعني، بقى له مثلا 100 سنه او حاجه كده، وده رقم كبير طبعا. المفروض ان الطبيعي ان الجسد يتحلل والفلاش يختفي مع الوقت او يدي كومبوز يعني. الموضوع ده اسمه في الكنائس الكاثوليك اسمه انكوربتبل كورب، او ان الجسد لم يتحلل، وده في الكنيسة الكاثوليكية وبرضه في الكنيسة القبطية. ده بيعتبر نوع من انواع القداسة يعني، هو بيشوفوا ان لما واحد يموت والجسد بتاعه لم يتحلل والفلاش يفضل موجود، ده معناه ان هو الراجل ده قديس. تمام، فالنقطة الاولى هو هل دي معجزة ولا دي مش معجزة؟ الناس الطبيعية هتقول ان دي مش معجزة، لان في ظروف ممكن يدفن فيها الانسان والظروف دي تحافظ على شكل الجسد أو شكل الفلاش. والظروف دي هي بكل بساطة إن أنت يبقى المكان ده دراي يعني جاف، وفي ملح كتير. فالجفاف والملح الكتير، أو إن المكان البيئة المكان اللي بيدفن فيه الإنسان ده يبقى في ملوحة عالية وفي نفس الوقت جفاف، بيحافظ على الفلاش. وفي أمثلة كتيرة ملهاش علاقة بقى بالكنايس فيها الموضوع ده يعني، مثلا في وهم بيعملوا اكسكافيشن أو استكشافات في مدينة من مدن المكسيك القديمة، لقوا أجساد كتيرة باديز كتيرة لأطفال في حالة متماسكة. نفس الكلام لقوا واحد في الدنمارك ميت من 2000 سنة، وبرضو شكله الجسد مازال محتفظ بشكله يعني. هتلاقي برضو إن في بودست مونكس كانوا بيغطوا نفسهم بالكلي أو بالطمي والملح، فجسدهم بيفضل متماسك حتى بعد ما يموتوا بفترات طويلة. لو انت درست في اي سنة من السنين عن البريزرفيشن او عن طريق حفظ الطعام،
هتلاقي ان واحدة من الحاجات دي هو التمليح، وانت لو جبت سمكة والسمكة دي ماتت وبعدين رحت حطيت عليها ملح كتير وقفلت عليها الصفيحة وخليتها دراي من غير ما تحطها بقى في الثلاجة او من غير ما تعمل اي حاجة، تطلع تفتح العلبة تطلع السمكة، هتلاقي السمكة اتحولت لفسيخة او لملوحة، والفلاش بتاعها انت بتاكله اصلا، يعني ما بيعفنش حتى، يعني بيبقى طالما موجود في بيئة ملح وجافة اللحم بيفضل موجود. حتى يعني انت ممكن تسيب جرب الموضوع ده، هات صفيحة ملوحة وحطها 3 سنين وبعدين افتحها، هتلاقي ان هي لسه ايه السمكة زي ما هي. نفس الكلام لو انت جبت شوية خيار وحطيته في مكان مالح، هيفضل من غير ما تحطه في التلاجة، يعني انت عادي جدا ممكن تجيب برطمان المخلل ده وتقعد تسيبه بره، بالذات هتلاقي ان هو اصلا معروض من غير ما يتحط في تلاجات، يعني بسبب التمليح. فالموضوع مش مرتبط بقداسة، وممكن ظروف بيئية يتحط يدفن فيها الإنسان بعد ما يموت، فالجسد يفضل موجود بحالته. والمصريين الحقيقة اكتشفوا الموضوع ده لما لقوا إن الأجساد أو الناس اللي بتدفن في الصحراء في الحتت الجافة بتفضل محتفظة بشكلها، فهو ده اللي خلاهم يفهموا ويعرفوا إزاي يعملوا التحنيط بكفاءة عالية. يعني دي النقطة الأولى. فالموضوع هو يعني أنت عايزه تعتبره معجزة، ده حقك براحتك، بس هو في الحقيقة إن الموضوع مش مقتصر على المسيحيين، والموضوع بنشوفه في مناطق مختلفة في أزمنة مختلفة في مناطق مختلفة. الكونديشنز اللي احنا نعرفها ممكن تكون في كونديشنز تانية، بس اللي احنا هنعرفه إن أنت لو حد اتدفن في مكان في ملوحة عالية وفي جفاف، الجسد بيفضل محتفظ بطبيعته، تمام؟ فدي النقطة الأولانية، وأتمنى يعني إن الناس اللي عايزة تعرف أكتر ممكن تعمل بحث وسيرش، والإنترنت مليان بالمصادر اللي بتتكلم على الموضوع ده، وأنا قلت لك مصدر عبيط جدا أنت عارفه اللي هو إيه، الفسيخ والملوحة اللي أنت بتجيب السمكة اللي هي ماتت وبتحط عليها ملح كتير وبتقفل عليها الصفيحة وبتفتحها أي وقت بعد كده بتلاقيها زي ما هي، يعني مش زي ما هي، بتلاقي إن اللحمة بتاعتها لسه موجودة وأنت حتى بتاكل اللحمة بتاعتها، بغض النظر بقى أنت بتحب الملوحة ولا الفسيخ ولا ما بتحبش أي حاجة من الحاجات دي، بس هو التمليح جزء واحد من الحاجات اللي بتحفظ جسد، والسمك زيه زي البني ادمين، لان احنا في الاخر كلنا نفس النسيج اللي هو كاربون بيزد اورجانيزمز او كائنات، الاساس بتاعها هو الكربون، تمام؟ النقطه الثانيه، وطبعا الاخبار دي بتخليني ايه الواحد يفكر في المواضيع، ويبقى يعني الموضوع بيتعدى، مش مجرد بس ان احنا نشرح الموضوع ده وخلاص، لا احنا بنتعدى بقى الموضوع ده لنقطه ثانيه، وهي مثلا الشفاعه. والشفاعة دي موجودة عند المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس، مش موجودة عند البروتستانت، لأن البروتستانت بيقولوا حاجة بسيطة جدا، وهي إن المفروض إن ربنا ده إحنا كلنا أولاده، وبالتالي مفيش فرق بين ولد وولد تاني، يعني المفروض الأب الطبيعي هو أب بيشوف إن كل ولاده كويسين او بيحب كل ولاده، وبالتالي مش محتاج ان انا اتوسط عند ابويا علشان يعمل الحاجة اللي انا بطلبها منه. هتلاقي برضو نفس الكلام ده عند بعض الجماعات في المسلمين مثلا زي الصوفية واللي هم بيروحوا يتبركوا اسمهم ايه
الناس اللي هم زي السيدة نفيسة والسيدة عائشة وات ايفر بقى، والحسين والحاجات دي. ودي النقطة الثانية، إن الموضوع يعني منطقيا في حاجة غلط. فأنت بتقول إن ربنا ده أبوك أو ربنا ده بيحبك، فليه لو هو بيحبك فعلا أنت ليه تجيب بقى واسطة علشان تطلب حاجة، عشان أنت بتطلب حاجة والحاجة دي عايز ربنا يعملها لك. وده بياخدني بقى للنقطة الثالثة والأخيرة اللي أنا عايز أتكلم فيها، وهي إن كل مرة نتكلم على معضلة الشر هتلاقي إن اللي بيحاول يدافع عن الموضوع ده بيقول إن علشان ربنا بيحترم إرادتك فهو بيسمح بالشر، لأن لو واحد عايز يعمل شر ربنا مش هيقف قصاده يعني. وده يعني تفسير الحقيقة ساذج جدا عند أي حد بيحاول يفسر معضلة الشر بطريقة غيبية، وبيلجأ إلى أسلوب الحقيقة ساذج، وهو إن ربنا بيحترم حرية الإرادة. هو مبدئيا حرية الإرادة دي يعني مشكوك فيها أصلا، وتقريبا يعني أي إنسان دارس نيورو ساينس أو دارس نيورولوجي علم الخلايا العصبية عارف كويس إن موضوع الإرادة الحرة دي حاجة هاجس تماما، لأن في الآخر إحنا بنتصرف وسلوكياتنا بتتأثر بعاملين، هو الجينات، والعامل التاني وهو البيئة والظروف اللي إحنا بتمر بينا وبتشكل شخصياتنا، وبالتالي إحنا تصرفاتنا دي انعكاس للجينات اللي اتولدنا بيها وما اخترناهاش، والظروف اللي مرينا بيها واللي برضو ما اخترناهاش. ففكرة الإرادة الحرة دي فكرة أصلاً بايظة يعني. ولكن في نفس الوقت هنفترض يعني ان هو ربنا بيحترم رغبتك وبيحترم حريتك الشخصية، فلما تحب تعمل حاجة مؤذية هو ما بيتدخلش. ولكن في نفس الوقت الناس اللي بتطلب طلبات، فهو واحد مثلا بيطلب ان ربنا يشفي له ابنه، او ان ربنا يتدخل علشان يحقق السلام في منطقة فيها حرب او في منطقة فيها مشاكل، او ان هو يحل مشكلة مجاعة معينة، فهو برضو عنده ارادة نفسه ان الحاجات دي تتحقق. الارادة مش بس في الشر، ما في ارادة في الخير. فانا نفسي مثلا ان السلام يعم في العالم، فانا بطلب من ربنا ان السلام يعم في العالم، وهذه الامنية امنية ما اظنش ان في حاجة حد تضايق حد، وما اظنش ان ربنا لو موجود يعني هيتضايق من الطلب ده. ولكن السلام لا يتحقق من خلال أي تدخل إلهي أو أي تدخل سماوي. ففكرة إن أنت بتطلب من ربنا وتتوقع إن ربنا بيتدخل ما بتحصلش في الحقيقة، ولو حصلت فهي مش شرط تكون بسبب إن ربنا تدخل. يعني أنت طلبت طلب إن واحد يخف من مرض، والراجل ده راح بياخد علاج وبيعمل عمليات وبيتابعوا دكاترة وبتاع، ما ينفعش لما الراجل ده يخف بتقول ان ربنا هو اللي خففه. هو لو ربنا اللي خففه كان مش احتاجنا ان هو يروح للمستشفى، ولا ان في دكتور يعالجه، ولا ان احنا نعمل اي تحاليل ولا اي حاجه وبتاع، وخلاص معاك ربنا موجود يعني. ففكره ان انت بتطلب من ربنا، الطلب من ربنا ده اصلا في مشكله، في فكره، في حاجه منطقيه غلط. انت بتطلب حاجه من ربنا وبعد كده لما الحاجه دي ما تتحققش تقول اصل ربنا عنده حكمه وهو شايف ان الطلب ده وحش. طب يعني انا لما اطلب ان ربنا يخلي فيه سلام في كل العالم، يقضي على مجاعه في منطقه معينه، يحل مشكله الفقر اللي موجوده في بلاد كتيره، هل انا بطلب حاجه وحشه لما ربنا ما حققهاش دي يبقى هو شايل حاجة أحسن للناس اللي أنا بقول يا ريت حياتهم تتحسن، يعني حاجة مش منطقية بالمرة يعني. وفكرة إن هو ربنا أصلي بيحترم حرية الإرادة فبيسمح بالشر، طب ليه ما بيحترمش حرية إرادة وبيسمح بالخير؟ يعني ليه ربنا يعني في اتنين مثلا، في اتنين، واحد عايز يأذي التاني، واحد إرادته إن هو يأذي واحد والتاني إرادته إن هو ما يتأذيش، ليه ربنا يسيب يعني هو ربنا بيحترم إرادة الشرير ولا يحترم إرادة الراجل الكويس؟ طيب
ما دي برضو حاجة غريبة جدا. فأتمنى إن الناس اللي هي بتقعد تردد الكلام الفارغ اللي هو بتاع أصل ربنا بيحترم حرية الإرادة، أصل ربنا بيحبنا كلنا. طب ما ربنا بيحبنا كلنا، لو بيحبنا كلنا أنا ليه محتاج واسطة علشان يسمع كلامي؟ يعني ليه أحتاج لواحد كويس علشان يوصل الطلب بتاعي لربنا؟ طب ما هو مني ليه بقى يعني لو هي كده يعني. ولما ما بتحصلش ليه ما بتحصلش؟ ما هو لا، انا كل ما اطلب والحاجه دي ما تحصلش، طب انا اطلب ليه بقى؟ ما هو خلاص بقى يبقى هو واصلا المفروض يعني ان انا كأب مثلا عارف طلبات ولادي، يعني ولادي وهم صغيرين قبل ما يعرفوا يتكلموا انا ببقى عارف الولد ده تعبان متضايق عايز ياكل جعان سعان، فانا مش مح... هو مش محتاج ان هو يقول لي علشان انا اعرف هو عايز ايه. يعني انا اكيد عارف ان هو لما الدنيا تبقى ساقعه هو محتاج يتدفى، لما هو يبقى ما اكلش بقاله مده يبقى هو جعان، لو هو بيعيط يبقى هو غالبا عنده امساك مثلا او اسهال فانا محتاج اديله دواء. ففكره ان انت تطلب من حد حاجه والحد ده هو اوريدي عارف انت عايز ايه، دي فكرة غريبة جدا برضه. يعني انا اطلب ليه حاجة من حد هو عارف ان انا عايزها؟ والمفروض يعني ان ربنا اكوردنج للفكر الديني يعني هو ربنا عارف بكل شيء، فعارف كل حاجة جوه كل انسان وعارف رغبة كل انسان وبيحترم رغبة كل انسان اكوردنج للناس اللي بتقول ان هو بيحترم حرية الإرادة والحاجات دي. طب ما هو عارف وبيحترم وما بينفذش، يبقى في حاجة غلط، يبقى في الموضوع ده فيه احنا عمالين نرقع ونقول كلام مش حقيقي. ف يعني باختصار كده ان في ناس تموت والاجساد بتاعتهم تفضل يعني ماسكة نفسها، دي حاجة ما فيهاش معجزة لان احنا عندنا امثلة تانية وعندنا عارفين الاسباب. الاسباب ان انت لما تحط حاجة كاربون بيست في مكان في جفاف وفي ملوحة عالية الحاجة دي بتفضل محتفظة بشكلها. النقطة التانية الشفاعة، أنا ليه أتوسط، ليه حد يتوسط يعني يبقى في وسيط بيني وبين الإله اللي المفروض أكوردنج للإيمان هو أبويا أو أب لكل البشر، فليه أنا يعني محتاج واسطة بيني وبين أبويا؟ هو في الاخر المفروض يعني لو احنا كلنا ولاد ربنا يبقى احنا كلنا كاننا اخوات. ما ينفعش بقى يعني لو في اله او في اب بيفضل ابن عن ابن يبقى الاب ده عنده مشكله. يعني انت لو جالك ابنك مثلا وقال لك مين المفضل عندك يا بابا؟ الطبيعي ان انت هتقول له ان كلكم ولادي كلكم زي بعض. لو قلت له ان فلان الفلاني ده احسن منك يبقى انا مش اب كويس، يبقى انا اب وحش. ففكره ان ولو هنفترض ان في اب بيفضل اب ابن تا ابن عن ابن علشان الابن ده بيطيعه يبقى دي علشان الغريزه الانسانيه، انما المفروض لو الاله ده المفروض ان هو اسمى من البشر المفروض يبقى عادل بينه وبين بيعدل بين كل الولاد. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعدل بين الولادي الثلاثه، انا عندي 3 ولاد، فلما حد يجي يقول لي مين احسن من الثاني اقول له انتوا كلكم زي بعض لان هم فعلا كلهم ولادي. فانا لو فضلت حد عن حد ابقى بستعبط او ابقى اب مش كويس يعني. فهل الاله اب مش كويس محتاج ان في حد يتوسط للتاني علشان طلباته تتحقق؟ والموضوع التالت والنقطة التالتة هو الطلبات بقى، أنا ليه أطلب أصلاً وهو المفروض عارف طلباتي؟ ولما بطلب وهو ما بتتحققش، طب ليه ما بتتحققش؟ مع إن هو المفروض إن هو بيحترم رغبتي. طب ما هو أنا بقى أنا رغبتي إن أنا ابني يخف، ما بيخفش، يبقى هو ما بيحترمش رغبتي بقى. يبقى ساعتها ما تجيش بقى تقول لي معضلة الشر اصل هو بيحترم رغبة الشرير اللي عايز يأذي الناس. ما هو يعني هو ربنا بيحترم رغبة الشرير وما بيحترمش رغبة الراجل الكويس اللي بيطلب طلبات كويسة؟ محتاجين نفكر في الحاجات دي
وانا صراحة انا الصراحه بنتهز الاخبار دي والحاجات دي علشان نفتح المواضيع دي، لان كلها مواضيع مرتبطه ببعض. هو احنا لو مسكنا موضوع القداسه بتاعت وسلامه الاجساد وخلاص وفسرناه وخلاص، يبقى احنا كده ما بنحاولش نتعلم. احنا المفروض ناخد الموضوع ده ونفكر فيه من كل النواحي. بس فهو ده كان الفيديو اللي أنا كنت عايز أتكلم فيه على الخبر ده، وأتمنى إن الناس تفكر في الحاجات دي، ما تاخدش الكلام كده مسلمات وتقعد يعني الناس اللي هي بتروح تاخد بركة أجساد القديسين ده بتروح تعمل إيه؟ ما هي كل مرة بتروح نفس الدير وتاخد بركة نفس القديسين، ومفيش حاجة بتتغير في حياتها. ولو اتغيرت هيبقى بسبب حاجات تانية. يعني واحد مثلا عايز يبقى غني فاشتغل وعمل شوية استثمارات فالدنيا مشت معاه وبقى غني، ما ينفعش نقول ان هو ده ربنا اللي عمل كده، ما انت اللي عملت كده. يعني انا اعرف ناس كتيرة فعلا تعبوا وكافحوا وبتاع وبقى عندهم موقفهم الاقتصادي كويس، هل ده معناه ان ربنا هو اللي ساعد في ده؟ لا، ما هو انت لو ما عملتش كده ما كنتش هيحصل حاجة. وفي ناس تانية ولا تعرف ربنا ولا أي حاجة وملحدين وبيتعبوا برضه وبيبقوا أغنياء، فالموضوع ملوش دعوة بربنا. يعني المفروض نفكر بالطريقة دي. وطول ما أنت عايش على وهم إن ربنا ده موجود وبيتدخل وبيحل لك المشاكل، هنفضل بقى في نفس الدوامة بتاعت يلا بينا نصلي علشان ربنا يحل مشاكل البلد. طب ما هي مشاكل بقى ما بتحلش، يلا بينا نصلي علشان ما اعرفش مين تعبان. طب ما هو ما يروح يتعالج، المفروض يبقى في خدمة علاجية كويسة توفر العلاج للناس مثلا. يعني بس كده، نشوفكم على خير في فيديو ثاني، وسلام.